السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. مثل ما عودناكم أعزائي المتابعين، رجعنا لكم بقصة جديدة وحكاية جديدة وفيديو جديد، وأني بعتذر منكم على التقصير بسبب المرض الشديد اللي أصابني آخر 10 أيام، فبعتذر منكم ورجعت لكم بقصة جديدة ومرعبة وحقيقية من واقع الحياة. صاحبة القصة بتقول راح أسرد لكم القصة مثل ما صارت معي، رغم أنها صار لها فترة، ولكن بعدها وكأنها محفورة بذاكرتي ومستحيل تروح منها. خليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة الرعب هيرويكس. بتقول صاحبة القصة مضت 3 سنوات على هالحادثة، بس التفاصيل بعدها راسخة بذهني ليومنا من شدة الرعب اللي واجهته واللي صار معي بهذيك الليلة. انتقلت أنا وأمي وأختي الصغيرة عشان نسكن ببيت جدتي اللي كان مهجور من فترة. انتهت الترتيبات وبدأنا نتعود على بيتنا الجديد. مر أسبوعين على انتقالنا. بليلة من الليالي اللي كانت مطر بعد نص الليل بالضبط، سمعت أصوات غريبة وكأن في حدا عم يهمس بكلمات مبهمة، وكمان كنت بسمع صوت خربشات على الحائط، بس ما كنت معطي الأمر أي اهتمام وكنت بظن إني عم بتوهم بس لا غير، لأني كنت بنام لوحدي بالغرفة. بس الغريب بالأمر أنه تكرر باليوم الثاني وبنفس الوقت مع حلول منتصف الليل، بس هالمرة كان أسوأ. استمر الهمس وهذيك الأصوات المرعبة، وفجأة حل الصمت، فقررت أني أروح لغرفة أمي. بس قبل ما أتحرك من مكاني فتح باب غرفتي شوي شوي، بعدين ارتطم بقوة بالحائط، وتكرر الأمر مرتين ورا بعض. خفت كثير وتجمدت مكاني من شدة الخوف، حطيت إيدي على أذاني عشان ما أسمع أي شيء، وحطيت البطانية علي ونمت. بس شلون نمت ما بعرف. طلع الصبح أخيراً وما قدرت أخبر أمي عشان ما كنت بدي أزعجها بهذاك الموضوع، لأنها بتشتغل طول اليوم عشان تتمكن من تأمين حاجاتنا اليومية، وبتيجي تعبان كثير، ورغم هيك كمان بتنظف وبتطبخ وبتغسل وكل شيء، وبتساعدنا كمان فوق هذا كله أني وأختي بالدراسة. مشان هيك خليت الأمر سر. رحت على المدرسة الصبح، ولما رجعت المساء وأني عم بفتح باب البيت سمعت جارتنا عم تتكلم مع رجل غريب أول مرة بشوفه بحارتنا. كانت بتقول له أنت أنهيت الطقوس اللازمة؟ فقال نعم، بس لازم تغادر البيت لأنه ما عاد صالح للسكن. وأني أنت هدولي، بس ظل عليكي أنك تدفني القرابين تحت أرضية الحمام قبل الساعة 8 بالليل، يعني قبل أذان العشاء بالضبط. ولما سمعت كلامهم اتذكرت اللي كان يصير معي، إنه بسبب وتأكدت إنه بسبب اللي كانوا بيعملوه بهالبيت. بس لما رجعت أمي من المساء خبرتها بكل شيء. هون أني استغربت لأنها ما تفاجأت وقالت لي أني كنت بحلف،
بس ما كنت بدي تعرفوا أو أخبركم عشان ما تخافوا. وأني بالفعل استأجرت شقة وراح نغادر بكرة، ولا تخافوا راح نظل هالليلة بس، ماشي؟ قلت لها تمام، ليلة واحدة مش راح تفرق. اتعشينا، وبعد ما تعشيت رحت مشان انام بغرفتي، بس امي قالت لي استني انت راح تنامي معي بالغرفة اليوم. هون اني فرحت كثير، فمن مدة طويلة ما نمت مع امي بنفس الغرفة. ومن الكلام اللي تذكرته من جارتنا اللي سمعته منها ما اجاني نوم، وهالرجل معها كمان ما فارغ تفكيري، وكانت كلماته عم تتردد بإذني. هون بهالمعمعة هاي شعرت بالعطش، فقمت من السرير ورحت للمطبخ. نظرت للساعة، كانت الساعة 11:30 بالضبط. وصلت على المطبخ وفتحت باب الثلاجة عشان أطلع مي وأشرب، بس فجأة سمعت صوت تحطم بالمطبخ. التفتت وراي، انصدمت وتجمدت من اللي شفته. شفت قطة سوداء عم تنظر ناحيتي بغضب، وعم بتموي بصوت عالي وكأنها بتصرخ علي. تركت الثلاجة مثل ما هي مفتوحة وركضت ناحية الدرج وصعدت للغرفة وأغلقت الباب ورحت على الفراش وأني مرعوبة، وحطيت الغطاء على نفسي. وصارت الساعة 12 بعد منتصف الليل، دق الجرس الساعة 12، وبدأت ألتفت حولي وأني خايف ومرعوبة. بعد لحظات سمعت صوت كرسي المكتب عم يتحرك وكأنه حدا عم يحركه، ووقع الكرسي وحاولت أني أصحي أمي. أمي صحيت وسألتني شو فيه، قلت لها اسمعي للأصوات. وبعد دقائق معدودة سمعت صوت مشي بالكليدور تبع البيت، والصوت كان وكأنه حدا عم يئن. قالت لي أمي وهي عم تهمس لا تصدري أي صوت. وبعد شوي صارت الدنيا تمطر، والموقف ازداد رعب، خصوصا مع صوت المطر وصوت الرعد. وأخيرا طلع الصبح والشمس طلعت. مرت ساعات هذيك الليلة وكأنها شهور من الرعب والخوف. حزمنا أمتعتنا وغادرنا البيت أني وأمي وأختي الصغيرة. وبعد أسبوع بالضبط قررت أمي أنها تقدم بلاغ عن هالسيدة، وإجت الشرطة عشان تدور وتبحث بالأمر وتتحرى. وخلال بحثهم لقوا أشياء غريبة، عظام ودمى مكسورة وملفوفة بشعر وقماش فيه بقع دم، وجدوا جثة الخادمة اللي كانت مفقودة لما كانوا يحفروا أرضية البيت. فصاروا يدوروا عنها السيدة هاي بتهمة القتل وتأدية طقوس مريبة ومرعبة ولا تمثل الإسلام بأي صلة وغير قانونية. وباليوم الثاني تم إلقاء القبض على الساحرة وأقفلت القضية من هذاك الوقت، وما عاد رجعنا على بيت جدتي اللي كل ما سألنا الجيران بأكدوا على سماع أصوات مرعبة عم تصدر منه. اللي بدي أقوله طبعا أعزائي المتابعين، انتهت القصة وهي قصة حقيقية 100%. اللي بدي أقوله لحضراتكم إنه البيت المهجور لفترة معرض للسكن من قبل الجن من غير أي سحر أو من غير أي شيء، بحجة إنه مهجور وما فيه بشر، لا يذكر فيه اسم الله، لا تؤدى فيه الصلوات، لا يتلى فيه القرآن، فهو
مكان محبب للجن. فنصيحة، أي واحد عنده بيت لا يهجروا، حتى لو كل يومين ثلاث بيروح بيفتحوا، بيفتح أبوابه، بيفتح شبابيكه، بيشغل فيه القرآن، بذكر على الأقل اسم الله فيه عز وجل عشان ما يلاقوا الجن حجة للسكن فيه. أعزائي المتابعين، لهون انتهى الفيديو. إن شاء الله يكون حاز على أعجابكم. ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل أعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير. السلام عليكم.